ومن شرم الشيخ أجرت موفدة التلفزيون المصري ريهام الديب لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حول الاستعدادات التي شهدتها شرم الشيخ لاستقبال النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. نتابع. السلام، الإبداع، التنمية، هذه هي المحاور الرئيسية الخاصة بمنتدى شباب العالم، والذي دائما ما تنعقد كل جلساته حول هذه المحاور المهمة. وأيضا في النسخة الرابعة هناك الكثير من الملفات الأخرى التي تدور حولها جلسات هذه النسخة التي تتسم بخصوصية، وذلك نظرا للتحدي الأكبر والواقع الجديد الذي يعيشه كل العالم في ظل جائحة كورونا وما بعد جائحة كورونا. بالتأكيد مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، أرض السحر والجمال، دائما ما تتزين أثناء انعقاد المنتدى، وأيضا في غير أوقات المنتدى ووقت انعقاده دائما ما تتزين بأبرز ما بها من معالم جميلة ومن طبيعة ساحرة. وخير من يحدثنا عن أبرز الاستعدادات الخاصة بمنتدى شباب العالم، وأيضا الفترة المهمة الخاصة بسقوط الأمطار وكيفية استعداد المحافظة لاستيعاب سقوط الأمطار، خير من يحدثنا محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طبعا احنا نتكلم بداية عن منتدى شباب العالم، دايما احنا بنلاقي انه الحقيقة شرم الشيخ فعلا بتبقى متزينة باستعدادات وبإضاءة، والحقيقة في كل مكان بيكون في استعدادات خاصة جدا لهذا المنتدى ومشرفة بشكل كبير جدا بالنسبة للضيوف اللي بيجوا طبعا لمدينة شرم الشيخ. ازاي ده بيتم يا فندم وقبلها بقد ايه؟ في الحقيقة طبعا لازم حضرتك تبقى عارفة ان شرم الشيخ ما ينفعش ما تبقاش جاهزة، وما ينفعش ما تبقاش جاهزة على طول. ليه؟ مدينة بيجيها يعني بيرتدها سائحين من جميع دول العالم، مدينة ليها شهرة عالمية، لها معشوقين في الخارج كتير يحبوا شرم الشيخ. ما ينفعش ان شرم الشيخ، وده الكلام ده انا بنقله للمرؤوسين، بنقله للناس اللي بيشتغلوا معايا، بنقله لرئيس المدينة، ما ينفعش حضرتك المدينة تبقى في يوم من الايام فيها بقعة مية ولا فيها ورقة في الشارع، لا. فإحنا باستمرار محافظين على جمال ورونق المدينة. أنا عامل عقود صيانة للزرع اللي أنت شايفاه ده بره، وبعدين عامل عقود كمان على مناطق مساحات تانية بزرعها، يعني أنا بمتد في الجرين المساحات الخضراء. بيجي بقى إن إحنا مثلا عندنا مؤتمر زي مؤتمر مكافحة الفساد الشهر اللي فات، ما كنا جاهزين. بعد 3 أسابيع بالظبط كان مؤتمر المنتدى الشباب، بنلمع بقى، بنلمع اكتر، بنزود مساحات خضراء اكتر، بندي اهتمام اكتر شويه، لان انا عارف ان انا عندي 3000 يعني فرد هنا موجودين، وبعدين عارف ان هذا المؤتمر اديك شايفه العالم كله بيتابعه. النهارده امبارح حضرتك شفتي اللقاء اللي هو الحوار اللي تم عشان كورونا والاجراءات اللي بتتم، شفتي كام رئيس دوله اتكلم، شفت رئيس الجمهوريه بتاعنا كان قاعد بيتكلم، فدول كلهم بيتابعوا الكلام ده من مدينة شرم الشيخ، ففي ذهنهم شرم الشيخ، فلازم شرم الشيخ يبقى باستمرار تبان بالمنظر اللي انت شايفاه ده. يعني اثناء احنا بنرفع درجة السعادة شوية، انما هي شرم الشيخ كده نضيفة دائما، بس احنا بنزود شوية بقى، يعني ما بنقدرش نضغط على الناس بقى 24 ساعة بقى، المؤتمرات ده 24 ساعة كله بيشتغل، انما وقت التاني بيبقى المدينة نضيفة، مدينة جاهزة. وبعدين لذلك انا بقول لو بيطلب مني اي مؤتمر انا في خلال 2 3 أيام ببقى جاهز، دي حقيقه. بالنسبه طبعا زي ما حضرتك قلتي ملف طبعا المهم جدا الحقيقه والامطار، احنا حصل عندنا يعني جائحات كتيره بالنسبه للشيوخ قبل كده، وعندنا خبرات مكتسبه وعندنا معدات كامله وجاهزه، من طلمبات غطسة وطلمبات شافت وعربيات حماية مدنية وعربيات نقل مية وعربيات شافت مية، ومجموعات من ولادنا باللبس بتاع المطر اللي بنزلوا بيه في الشوارع. احنا يوم السبت اللي هو 1 يناير فوجئنا يعني بعاصفة قوية جدا، برعد بمطر عدد تمطر من 5 لـ1 بالليل. في الحقيقة احنا اشتغلنا وهي شغالة، وهي المطر شغالة، احنا بنقعدش يعني لذلك انت لما انا عندي مؤتمر احنا يا فندم لما جينا هو فعلا كان المطر شديد جدا، امطار غزيره، ومع ذلك امبارح بالظبط، ومع ذلك ده كان بالنسبه لي رذاذ. ليه؟ وعلى فكره بتاع اول امبارح ده غسل المدينه،
يعني شوفي بقى ربنا وقدرته ان احنا جاب لنا المشكله الكبيره قبل المؤتمر ب8 ايام، واستطعنا ان احنا نرجع شرم الشيخ. الاستعدادات ازاي يا فندم علشان الامطار او السيول؟ عندنا معداتنا، عندنا اجهزتنا، عندنا قطاعاتنا، مقسمين المدينه لقطاعات، عندنا قيادات واعيه وكلهم رجال اقوياء واشداء، يعني كلهم السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، رئيس المدينه ربنا يشفيه من عنده كورونا للاسف ما حضرش معانا لا الحدث ده ولا التطوير. طب شوف انت بقى كل انت شايفاه ده، ما عندناش رئيس مدينه، مش شغالين برئيس مدينه، انما لا في كوادر، في 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 ناس متعلمه، في ناس متدربه، هم اللي عملوا الشغل ده من غير رئيس المدينه. رئيس المدينه بقى له اسبوعين ربنا يشفيه عنده كورونا في الحقيقه يعني، انما المدينه زي ما انت شايفه ده نقص منها حاجه؟ لا لم ينقص. ليه بقى؟ سكرتير عام سد مكانه، سكرتير عام مساعد دخل وقف في الشارع، وقف على المطر، نائب رئيس المدينه موجود، سكرتير عام المدينه موجود، كل رؤساء القطاعات، كل عمال النظافه موجودين. نزلنا مع مين بقى؟ مع الشرطه بصراحه، المرور، مع الحمايه المدنيه، ليهم دور كبير قوي، ساعدوا معانا. كل الجهات، كل القطاعات الخاصه، الهيئه الهندسيه بتشتغل عندنا في مدينه الرئاسات، اديتنا معدات من عندها، نزلنا استخدمناها، فتحنا حاجات كتيره. والمشكله مش في الميه، المشكله ان انت عندك مجموعه جبال ومحاطه بالمدينه، الميه لما بتنزل بتجرف معاها يعني حجاره وتراب ورمل وكده، بيعملوا حاجه اسمها اطماءات، بيعملوا اطماءات في الارض. الاطماءات دي بقى يعني لو سبتها ما شلتهاش بتحجر، اما تحجر عايزه بقى سكاكين وعايزه بقى دنيا عشان تشيلي بقى الاطماءات دي، عايزه شغل جامد قوي دي. فاحنا كنا بسرعه اتحركنا، عربيات الكسح، عربيات الطلمبات الغطسه والسطحيه، كل دول كان موجود معانا، شلنا الميه وخلصنا ودهدنا الشوارع. الشوارع مدهونه جديد، انت شايفاها دي جديد، جديده كلها، بس عندنا الامكانيات. المدينه كلها الحقيقه يعني فيها بريق وكل حاجه جديده، وكل حاجه الحقيقه يعني تم تطويرها وده واضح، زائد طبعا المساحات الخضراء زي ما حضرتك ذكرت. وبنزود وهنزود في المناخ. ما كلمتيش على المناخ، بلاش دلوقتي، بس المناخ ده ليه استعدادات خاصة خالص، بعد ما انتهاء المنتدى هنشتغل تاني خالص، هنعمل حاجات تانية خالص هتبهر اللي جايين. ودي تكليف من الرئيس، الرئيس بنفسه وسيادة رئيس الوزراء بيتابع معايا، وزيرة البيئة، وزيرة التنمية المحلية، وزير التخطيط، وزير الماليه، كل دول في طبعا في الجلسه اللي احنا دلوقتي تابعناها اللي هي من جلاسكو لشرم الشيخ، سياده الرئيس بدا الحقيقه حديثه بالحديث عن اهميه انعقاد ان شاء الله هذا المؤتمر في مدينه شرم الشيخ والاستعدادات اللي هتكون ليه. ابرز هذه الاستعدادات، واكيد حضراتكم بداتوا طبعا تفكروا يا فندم من دلوقتي، يعني حديقه مركزيه، الطريق الدائري بقى 5 حاره يمين و5 حاره شمال، عليه 2 كوبري ثابت، عليه 4 كباري يوترنات زي اللي بتشوفيهم في طريق السويس وكده والحاجات دي، خلصوا. وبعدين برضو انت عارفه طريق السلام ده في خطه ان هو يبقى ممشى سياحي عالمي، هنبدا بس هنعرض على سيادته الاول. بقيه الطريق لغايه نهايه دب هيوسع. عندك حديقه مركزيه انا بعملها، عندي مجلس مدينه متحضر ذكي رقمي هنفتتحه شهر 4، حديقه مركزيه حوالين مجلس المدينه دوت، لان ما ينفعش المجلس القديم المدينه القديم، لان هيبقى فيه قاعات مؤتمرات وهيبقى فيه كاميرات وهيبقى فيه رصد امني. وبعدين انت عندك كمان الطريق الاوسط والطريق الدائري هيتركب منظومه امنيه مرئيه بمبالغ. المنظومة الأمنية دي هتسجل لك وهتصور لك كل متر في شرم الشيخ. طب وبعدين بيتابع معاكي بقى وزارة الداخلية، العمليات، وزارة الداخلية وهيئة العمليات القوات المسلحة معاكي في الكاميرات، يعني اللي بيحصل في شرم الشيخ متشاف في مصر. حاجات حديثة بقى، حاجات جميلة بقى. احنا طبعا هتاخد مننا وقت، بس احنا ناويين بإذن الله، وسيادة الرئيس مدينا كده يعني ان شاء الله على شهر 8، ويمكن قبل شهر 8 كل اللي قلت لك ده يكون خلص. ده جزء ان انا يعني فاكره بس بقول لك عليه، انما لا، المدينه انت شايفاها دي هتتغير.
طبعا اكيد حضرتك تابعت الاسبوع الصعيد وازاي انه في اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه بالحقيقه بكل المحافظات في الجمهوريه، وبشكل خاص الحقيقه دي كانت اول جوله رئاسيه لسياده الرئيس، اول جوله رئاسيه في تاريخ مصر الحقيقه في محافظات الصعيد، والاهتمام بافتتاح الكثير من المشروعات القوميه. بالتأكيد مدينة شرم الشيخ أيضا لها خصوصية في انعقاد الكثير من المنتديات والمؤتمرات، وزي ما حضرتك ذكرت في استعدادات لمؤتمر طبعا المناخ إن شاء الله الدولي اللي هينعقد في نهاية هذا العام. أبرز الأوجه أيضا اللي هتركزوا عليها يا فندم في تطوير مدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة؟ طبعا مع وزارة البيئة نو كربون خلاص. يعني ايه؟ يعني شرم الخضراء جرين شرم، ومرصود مبلغ لهذا الموضوع. ماشي، عندك فيه محط يعني مصنع تدوير كمامة، وعندك فيه مدفن صحي على بعد 10 كيلو. جت اول امبارح رحت معاها، هنطور المدفن ده وهنطور المصنع ده، لان برضو ممكن يأثر الانبعاثات اللي بتطلع هناك ممكن تأثر علينا هنا كمؤتمر مناخ، ما ينفعش. فهي هتطوره، راحت راس محمد، رحنا مع راس محمد وبتطور في راس محمد ايضا، وبتحاول تعمل برضو ترسخ منظومة ان مفيش كربون خالص. راس محمد دي محمية طبيعية تابع وزارة البيئة، لازم برضو لازم يبقى فيه اهتمام بيها. البحر طبعا عندك لازم يبقاش في لازم في غسيل لقاع البحر، واحنا بننزل وبنجيب كليجان وبننزل ننظف قاع البحر، حد وقع منه حاجه، حد وقع كيس جيم على البحر بيموت الشعب، فبننزل ننظف الشعب دي. وبعدين اكياس صديقه للبيئه 10,000 كيس معالي وزيره البيئه صدقت بيهم للمدينه، على اساس هنوزعهم بالمجان، ثم مفيش مخلوق هي بعد كده هيشتغل بالاكياس البلاستيك. وبعدين بنقول لهم النموذج اهو والمكان اهو، خلصوا ال10,000 هم هتوزع عليهم، مفيش بعد كده، اللي يخلص هيجيب من دول، هنبتدي يشتغل في الاكياس دي، فمش هيبقى عندي اكياس بلاستيك. طبعا الطاقه الشمسيه انا عامل 5 ميجا، ووزير الكهرباء هيعمل 5 ميجا، ووزيره البيئه طلبت كمان 5 ميجا، ادي 15 ميجا طاقه شمسيه. مفيش عندك بقى لا انبعاثات حراريه ولا اضواء ولا كلام من ده، كل ده برضو احنا بنجهز له. عايز اقول لك يعني حديقه مركزيه، في عندنا في حاجات مش هتلحق مؤتمر الشباب مؤتمر المناخ، زي مارينه يخوت عالميه، لا دي هتقعد سنتين كمان لسه. يعني في حاجات ان شاء الله بنجهزها لمؤتمر المناخ، وفي حاجات لما بعد يعني مدينه شرم الشيخ باستمرار، وانت كل ما تيجي هتلاقي فيها تطور، هتلاقي فيها حاجه جديده. النهارده بنعمل بميدان السلام، عملنا فيه حاجه اسمها الميتا اللي هي ماجيك ان ذا اير، اللي هي ايه، بتشعر اللي بيخش الحديقه هناك او بيخش الميدان هناك بشعور بالسعاده، اضواء رائعه جميله، موسيقى كمان، في موسيقى في الميدان. فدي كلها حاجات جديده، حاجات يعني بنحاول ان احنا نسعد السائح ونسعد الناس الضيوف بتوعنا، فبنعمل حاجات جديده، وده حاجه جدا طالعه في العالم، دي جايه من امريكا. ولعلمك واحد مصري اللي جه وقابلني وقعد معايا وقال لي انا هعمل نموذج عندك، وبعد كده بقى ممكن نتكلم بعد كده في بقيه المدن، في بقيه المدينه، في بقيه. فده عامله تبرع، اللي في ميدان السلام ده تبرع منه، ودكتور مصري عايش في امريكا، راجل بيحب بلده وجه وقابلني وعملها، ممكن حضرتك بالليل تروح تصوري فيها. دي كلها حاجات يعني التعاون والتنسيق الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص اللي طبعا ليه دور كبير جدا، منظمات المجتمع المدني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكل التوفيق دايما لحضرتك في كل ما يتم من عمل دائم ومستمر ومتواصل في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام. شكرا لحضرتك يا فندم.